السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية، في موضوع حول كيف نكافح عثة الشمع. عثة الشمع هي الآن موسمها في التكاثر داخل الخلية، خاصة الخلايا الضعيفة، لكن هناك إجراءات يستطيع أخونا النحال السيطرة على عثة الشمع داخل الخلية، لأن عثة الشمع إذا تواجدت داخل الخلية تنهي المستعمرة لا قدر الله. لذلك محاضرة للأستاذ رشدي زريقي من فلسطين مهمة جدا، نستمع أنا وإياكم إليها، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لك أخي أبو ريان. أعتقد أخي أبو ريان أنه الأستاذ محمد عبد الرضا زميلنا من العراق والدكتور أشرف النمراوي أجابوك إجابة شاملة، جزاهم الله كل خير عن هذا. لكن يعني أنا بدي أضيف شغلة أخي الكريم والإخوان جميعا، يعني في هذا الوقت من السنة تنشط دودة الشمع الصغيرة والكبيرة، فدودة الشمع تحتاج إلى درجات حرارة مناسبة إلها وظلام كامل، وإذا في يعني شوية رطوبة بيكون بالنسبة إلها أحسن وأحسن. في هذه الفترة من السنة هو موسم نشاط دودة الشمع بنوعها. مصدرها أخي الكريم هي فراشة صغيرة تضع بيض في داخل الخلية أو على الأقراص الموجودة في داخل الصناديق، سواء كان فيها نحل أو ما فيها نحل، هي دودة الشمع الكبيرة، تضع بيضها على الشمع. غذائها هو حبوب اللقاح، فهي تبدأ بتخريب الشمع حتى تتناول حبوب اللقاح الممزوج بالشمع، وبتتكاثر بهذه الطريقة. البيئة المناسبة إلها زي ما حكينا ظلام أو عتمة أو بعيدة عن مصدر ضوء الشمس المباشر. وحبوب اللقاح غذائها الأساسي، ففترة نشاطها بتبدأ تقريبا من شهر 5 إلى دخول الشتاء وانخفاض درجات الحرارة. هذه الفترة اللي هي بتكون الحرجة بالنسبة للنحل والنحالين، واللي عليهم في هذه الفترة إنهم يعني يتخذوا التدابير الكافية لمنع انتشارها ومنع تكاثرها. بالنسبة لدودة الشمع الصغيرة اللي بتكون موجودة في داخل الخلايا، فهذا يعني في لها علاج، هي علاج بسموه بيولوجي، لكن غالي وموجود في فرنسا وألمانيا، ما وصل لغاية الآن للوطن العربي، إلا ممكن يعني البعض يعني يجيبه على حسابه الخاص. لكن احنا ما في عنا الا نعمل التدابير اللازمة لمنع انتشار هذه الخلية، هذه الدودة، بحيث ان النحل يستطيع ان يقاوم هذه الدودة. فبدنا نضغط النحل يعني الى اقصى درجة. اذا عندك خلية من 10 اطارات اضغطها على 7 او 8 حسب كمية النحل اللي موجودة فيها، يعني بحيث انه ما يبقى عندك في داخل الخلية اي اطارات مش مغطاة بالنحل تغطية كاملة. يعني العصر هيك بعد ما يرجع النحل السارح بدك تكشف على نحلك، اي اطار نصه مكشوف ما في عليه نحل بدك تشيله، حتى لو كان في عسل شيل، يعني حط قدام النحل برات بعيد عن المنحل شوية، او ممكن انك يعني إذا كان مثلا خلية من 6 إطارات 7 إطارات ممكن أنك تنقل هذه البراويز الموجود عليها القليل من العسل، ممكن أنك تحطها على جنب الخلية وتخلي النحل يعني يسحب كل العسل الموجود فيها وبعدها بتطلعه من الخلية. المهم أنه ما يبقى في عندك أي براويز مش مغطاة بالنحل تغطية كاملة. فضغط النحل يعني ليس فقط مكافحة دودة الشمع، لكن ضغط النحل مفيد جدا للنحل. أولا يعني النحل بيقدر يسيطر على درجة الحرارة يضبطها 100%، وكذلك الأمر بالنسبة لدرجات الرطوبة. ضبط درجات الحرارة مع درجات الرطوبة يعني هذا بيعطينا نحل أو يرقات صغيرة
سليمة 100%، ما بتمرض ما بتموت، وبالتالي يعني بتمنع انتشار أمراض الحضنة، وبالتالي نأخذ نحل سليم 100%. كذلك الأمر يعني هذا بيعطي مجال للنحل إنه يسيطر على كل الطفيليات، سواء يعني نمل، دبور أصفر، دبور أحمر، بعض الآفات اللي ممكن إنها تدخل على الخلية. فكل ما كانت الخلية مضغوطة أكثر، كل ما كانت السيطرة على هذه الآفات أكثر، حتى يعني ممكن إنها تخفف من وجود الفاروة، لأنه في عندك نحل كثير والمساحة قليلة، فبيبدأ النحل ممكن إنه يعني خاصة النحل اللي في عنده سلوك صحي إنه يستشعر وجود الفاروة في داخل بعض العيون السداسية، ممكن إنه يفتح هذه العيون السداسية ويخرج اليرقة اللي فيها اللي عندها فاروة، وبالتالي هذه الفاروة ما بتأخذ دورة حياتها الكاملة فبتموت في تلقائيا. نكرر يعني ضغط النحل صيفا وشتاء نتائجه إيجابية. ما تقول إنه ممكن النحل يحمى في داخل الخلية إذا كان مضغوط، لا ما تخاف من هذا الموضوع، النحل عنده القدرة على إنه يضبط درجة الحرارة، وكل ما كانت النحل مضغوط أكثر كل ما كانت قدرته على ضبط درجات الحرارة وضبط درجات الرطوبة. تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا نسمي هذه الدودة؟ طبعا هذه الدودة أخرجتها من بين الشمع المذاب، حيث هذا بقايا الشمع المذاب وهذه تعتبر الانسلاخات. فماذا نسمي هذه الدودة العملاقة؟